بنرحب بالفنان محمد رمضان معانا في بوابة أخبار اليوم. ربنا يخليكي، وأخبار اليوم منورة بقراءها وبجمهورها. ألف ألف مبروك على ابن حلال النهاردة، وعايزينك بقى تكلمنا بتقدم دور إيه في ابن حلال؟ ابن حلال عمل أنا بحبه جدا، تأليف الأستاذ حسن دهشان وإخراج الأستاذ إبراهيم فخر. بيشاركني البطولة في وفاء عامر، ريهام سعيد، أحمد فؤاد سليم، محمود الجندي، حنان سليمان، سهر الصايغ، إسلام جمال، أحمد حاتم، سارة سلامة، مجموعة كبيرة جدا مش عايز أنسى حد. مين؟ والأستاذة هالة فاخر، النجمة الكبيرة هالة فاخر، طبعا عاملة دور أمي وأنا فخور جدا بإني بمثل قدامها. وهو عمل يعني بيتكلم عن قضايا كتير جدا، يعني بيتكلم عن قضايا كتير بيناقشها، التفكك الأسري والنتائج المترتبة عليه. بيتكلم عن هجرة الصعيدة، عن الشباب، إن إزاي الصعيد بقت من المحافظات الطاردة، يعني شباب كتير جدا من الصعيد بيسيبوا الصعيد وينزلوا القاهرة أو طامعين وباحثين عن قوت يومهم وباحثين عن استقرار مادي وبتاع. فده بنشوفه من خلال الحبيشة، ده شاب من جنة بينزل مصر بيسعى وبيشتغل وبيتهم في جريمة قتل وما عملهاش، وبيحاول يثبت براءته يعني على مدار المسلسل، وفي ساسبنس وحاجات كده. يعني نتكلم عن كواليس العمل، وانت طبعا معاك مجموعه جميله من الفنانين، كلمنا في خلال الاسبوع اللي انتوا صورتوا فيه كواليس العمل شكلها عامل ازاي. لا الحمد لله الكواليس جميله جدا، وانا سعيد جدا بكل حد شغال في المسلسل من 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 كبير للصغير، يعني كل الناس، لان انا مؤمن ان العمل النجاح منظومه متكامله. برنارد شو قال كده، وأن تكون فردا في جماعة الأسود أفضل من أن تكون قائدا للنعم. يعني أنا يهمني أن أكون فرد في جماعة أسود، حواليا ممثلين يعلوا بيا وعلى بيهم، وجنبي مخرج قوي، جنبي منتج قوي. مفيش ممثل في العالم يقدر ينجح عمل لوحده، إحنا لعبة جماعية كلنا بنكمل بعض. يعني لو أنت صحفية أسطورة في جريدة مش مقروءة، ولا هيبقى ولا حد هيقرا لك، فأنت لازم تبقي صحفية شاطرة في جريدة شاطرة، في رئيس تحرير شاطر، في رئيس صفحة. فهي دي المنظومة اللي أنا بتكلم فيها. أنا دايما بشوف الأعمال اللي أنت بتختارها يا محمد إن أنت بتحب تسلط الضوء على حياة البسطاء، هل أنت فعلا قاصد كده في كل اختيار أعمالك اللي حتى هتقدمها الفترة الجاية؟ أنا جيب محفوظ خد نوبل من هنا، من هو كان بيلقي الضوء على هؤلاء المهمشين، مهمشين إعلاميا. يعني لحاشا لله ان انا مش بقول هم مهمشين كبشر كاشخاص، لا هم مهمشين اعلاميا، ما بنلقيش الضوء عليهم. فيجب ان نلقي الضوء على كل ما هو مظلم، ونعرض مشاكل هؤلاء لبقيه الطبقات، كل الطبقات يشوفوا مشاكل الناس دي، وهم يشوفوا نفسهم ويحسوا بقيمتهم. يعني ده مهم جدا. عايزين بقى نعرف اخبار مسرحيه رئيس جمهوريه نفسي ايه، هل وقفت ولا انت هتستأنفها؟ عملنا سيزون ووقفت طبعا عشان عندي المسلسل وعندي فيلم، فكان صعب ان انا ابقى بعمل مسرح جنب المسلسل، يبقى صعب قوي. استأنفها امتى؟ امتى هتكمل السيزون الثاني المسرحيه؟ لسه مش عارف بقى، عشان عندنا لوكيشن، يعني لوكيشن بيتي هنا في شهر تقريبا تصوير، والمسلسل غير الفيلم، يعني بياخد وقت تصوير طويل قوي. وبالنسبه بقى الفيلم واحد صعيدي انا فاضل لي فيه 9 ايام تصوير، هصورهم في الايام اللي انا ما بص، يعني اليوم الاجازه من المسلسل اروح اصور لحد ما يخلصوا ال9 ايام. وان شاء الله بقول للناس تنتظر الفيلم في شهر ابريل القادم، وثقه في الله هيكون عند حسن ظنهم وهيضحكهم قوي ان شاء الله. اتكلمنا بقى عن محمد رمضان وتجربته الكوميديا، شايف نفسك ايه لما عملت دور كوميدي في واحد صعيدي؟ والله انا يعني الحمد لله كنت عملت فيلم اسمه حصل خير، وما كنتش اعرف خالص فكره الكوميديا دي، يعني ما اعرفش انا الناس هتشوفني ازاي. فلقيت رد فعل جميل جدا فيلم حصل خير، كنت عامل شخصيه مدرس لغه عربيه صعيدي. وفيلم واحد صعيدي بقى اتمنى انه ينال اعجاب الناس، لان الحكم ليهم هم، ما ينفعش اقول لهم ده انا عامل حاجه حلوه. لازم معاك في واحد صعيدي رندا البحيري وناس النجار ونرمين ماهر وسامي مغاوري وعلاء زينهم ومجموعه كبيره وحسن عبد الفتاح وناس كتير. بتمنى لك التوفيق ومزيد من نجاحاته، نورتنا في اخبار اليوم. قدم وانتوا نورتوني، وشكرا لاخبار اليوم.